السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، اخواتي واحبابي في الله، اهلا بكم في قناتنا قناة منوعات نور. جينا النهاردة حلقة جديدة من سلسلة المرأة والحمل، نتكلم فيها عن موضوع صعوبة التنفس في بداية الحمل. قبل ما نبدأ الفيديو بتاعنا، احب افكركم باللايك والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد. محتوى الفيديو بتاعنا الحمل وصعوبة التنفس، صعوبة التنفس في بداية الحمل ونهايته، نصائح للتخلص من ضيق التنفس أثناء الحمل، وأعراض مقلقة مرافقة لصعوبة التنفس. نبدأ الفيديو بتاعنا بسم الله. الحمل وصعوبة التنفس. تشعر العديد من النساء أثناء الحمل بضيق التنفس بالرغم من عدم وجود مشاكل مسبقة في الجهاز التنفسي أو عملية التنفس، وهذا يعد أمرا طبيعيا خلال فترات الحمل المختلفة. ونظرا لعدة أسباب سنذكرها في هذا الفيديو، يجب على الحامل المحافظة على الراحة النفسية والابتعاد عن القلق والتوتر ومراجعة الطبيب بشكل دوري للاطمئنان على نفسها وعلى الجنين. صعوبة التنفس في بداية الحمل. تحدث العديد من التغيرات على الجسم الحامل عند بداية حملها، ومنها حجم قفص الصدر الذي يتوسع من خلال تحركته لأعلى وللخارج، مما يزيد قدرة الرئتين على أداء وظيفتهما، كما يعمل هرمون البروجستيرون في الدم على تأقلم الجسم على امتصاص كميات الأكسجين في الدم من خلال الرئتين، وبالتالي سيصبح الجسم أكثر حساسية تجاه ما يدخله ويخرج منه من الغازات. ومع كل هذه التغيرات سيحصل جسم الحامل على كميات أفضل من الأكسجين نتيجة التنفس الأعمق والحاصل، وهذا هو السبب وراء الشعور بضيق التنفس خلال الأشهر الأولى من الحمل، ويتفاوت الأمر بين امرأة وأخرى. صعوبة التنفس في نهاية الحمل. بالإضافة للأسباب التي ذكرت مسبقا، ستزداد المشكلة سوءا أثناء الأشهر الثلاثة الأخيرة للحمل نتيجة زيادة حجم الطفل وضغطه على الرئتين والحجاب الحاجز، ويعتمد هذا الأمر على وضعية الطفل، ويؤدي ذلك إلى صعوبة في التنفس وعدم القدرة على الحركة بحرية، وسينزل الجنين إلى منطقة الحوض في آخر الحمل حتى يتسبب بإزعاج آخر كالرغبة المتكررة في البول. نصائح للتخلص من ضيق التنفس أثناء الحمل. عدم التحرك بشكل سريع واندفاعي، الجلوس بشكل مستقيم حتى تتمكن الرئتين من التمدد بشكل أكبر، ووضع العديد من الوسائد أثناء النوم، ممارسة تمرين الرئتين من خلال أخذ نفس عميق وبطيء ثم إخراج النفس بشكل بطيء، وتكرار هذا الأمر أكثر من مرة، ولكن بعد استشارة الطبيب نظرا لعدم ملائمة المصابين بأمراض الرئتين. أعراض مقلقة مرافقة لصعوبة التنفس. عدم انتظام نبضات القلب وتسارعها بشكل ملحوظ، الإغماء بشكل مفاجئ بعد القيام بمجهود، الألم في منطقة الصدر، وعدم التعرض للإجهاد، صعوبة التنفس أثناء النوم أو التمدد، الإصابة بفقر الدم الذي يسبب صعوبة التنفس بسبب قلة كريات الدم الحمراء التي تنقل الأكسجين إلى كافة خلايا الجسم، الإصابة بمرض الربو قبل الحمل مما يسبب تفقمه، شحوب الوجه وزراقاق الشفتين نظرا لعدم وصول الأكسجين لهذه المنطقة، الإصابة بالحمى والسعال المستمر. ملاحظة: إذا لاحظت الحامل حدوث أي من هذه الأعراض، فعليها الذهاب إلى الطبيب على الفور. أحيانا تشعر الحامل بضيق في التنفس، فهل الأمر الطبيعي ويحدث لكل الحوامل؟ بالفعل معظم الحوامل يشعرن بضيق في التنفس، فهو أمر شائع وخصوصا في بداية الحمل وكذلك في آخره. في الفترات الأخيرة من الحمل ونتيجة الزيادة في حجم الجنين، يزداد الضغط على الحجاب الحاجز، فتشعر الحامل بضيق في التنفس، خاصة إذا كانت رأس الجنين لأعلى، وإذا كانت حاملا بتوأم، أو إذا كان السائل الذي يحيط بالجنين كمياته كبيرة. ولكن في الأسابيع الأخيرة إذا نزل الجنين في الحوض، تشعر الحامل بتحسن في التنفس، وهذا الضيق في التنفس عادة لا يسبب أي ضرر للجنين، ولكن لابد للحامل أن تخبر طبيبها إذا شعرت بأي عرض آخر جانب ضيق التنفس. هل ضيق التنفس في أثناء الحمل خطير؟ تحتاج الحامل إلى كمية أكثر من الأكسجين، ولكن يتكيف جسمها لتلبية هذه الحاجة بطرق عديدة، منها زيادة هرمون البروجستيرون الذي يؤثر مباشرة في الرئة ويحفز مركز التنفس في المخ، ولكن في بعض الحالات
قد يكون ضيق التنفس خطيرا، خاصة إذا كانت الحامل تعاني من مرض تنفسي مثل الربو أو الالتهاب الرئوي، أو لأنه خلال فترة الحمل قد تحدث تغيرات في تخثر الدم، فمن الممكن أن يحدث انسداد رئوي نتيجة تجلط الدم الذي يصل إلى الرئتين، وهذا الأمر نادر الحدوث ولكن خطيرا جدا. ومن أعراضها التي أن يحدث ضيق التنفس فجأة أو بشكل شديد، وفي هذه الحالة لابد من مراجعة الطبيب على الفور. وأيضا إذا صاحب ضيق التنفس أي من الأعراض التالية لابد من طلب المساعدة الطبية على الفور: تفاقم الربو، سرعة التنفس، سرعة الربض وخفقان القلب والضعف العام، آلام في الصدر وآلام عند التنفس، ازرقاق حول الشفاء والأصابع مع شحوب الوجه، السعال المستمر أو سعال مع حمى وقشعريرة، شعور بالخوف والترقب من قلة الحصول على الأكسجين. التعامل مع ضيق التنفس أثناء الحمل: هذا الشعور كما اتفقنا طالما أنه لا تصاحبه أعراض أخرى فهو شعور طبيعي وغير مؤذي، ولكن للتخفيف منه لابد من تغيير وضعيتك. فإذا كنت تتحركين بسرعة فعليك الإبطاء من حركتك، وإذا كنت نشطة فلابد ألا تدفعي نفسك بسرعة في تحركاتك. عند الجلوس يفضل أن تجلسي مع إبقاء ظهرك في وضع مستقيم مع الحفاظ على إسناد إكتافك إلى الوراء لإعطاء رئتك الفرصة للتمدد بأكبر قدر ممكن. في وضع النوم يفضل وضع وسادة إضافية، فذلك يعطيك الشعور بالراحة أكثر. يمكنك ممارسة تمارين التنفس في أثناء الحمل. إذا كنت تعانين من أي مرض تنفسي مثل الربو أو التهاب الشعب الهوائية، وبعد مراجعة الطبيب فهو مفيد لضيق التنفس، وأيضا يقلل من آلام الحمل والتوتر العصبي، ومفيد للغاية خلال فترة المخاض. وهذا التمرين يمكن أن تمارسيه في وضع مريح لك، إما أن ترقدي أو أما تقفي أو تجلسي على كرسي مع استقامة ظهرك، وكوني مسترخية ثم خذي نفسا بطيئا وعميقا مع مراعاة ارتفاع صدرك بقدر المستطاع حتى تتمدد الرئتين بأكبر قدر ممكن، ثم أخرجي النفس ببطء لتخرجي الهواء من الرئتين تماما، وكرري هذا التمرين عدة مرات يوميا ولكن ببطء. وأخيرا، بعد أن تعرفت على أسباب ضيق التنفس أثناء الحمل، لا تترددي في استشارة طبيبك إذا شعرت بأي عرض من الأعراض المزعجة خلال الحمل للتأكد من أنها أعراض طبيعية ولا تشير إلى مشكلة صحية، للحفاظ على صحتك وصحة جنينك. وكده نكون خلصنا حلقتنا النهاردة. شوفكم على خير في حلقة جديدة من قناتنا، قناة منوعات نور. استنى استفساراتكم وأي سؤال في الكومنتات، وإن شاء الله نرد عليه في أسرع وقت ممكن. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.